بسم الله الرحمن الرحيم. بيزنس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس ماده البيزنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أولاد؟ الحمد لله يا ماما. عاملين ايه النهاردة؟ كويسين. ايه يا عمر بتعمل ايه؟ بعمل حركات. طيب كفاية حركات يا عمر، وقف ماشي. حاضر يا ماما. يا ماما وانت هتشرحي ايه النهاردة؟ النهاردة ان شاء الله يا جنى هنتكلم برضو عن القوائم المالية. بس ما لا تعرفي يعني ايه القوائم المالية؟ يعني financial statement. برافو يا بسملة، financial statement. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض قائمة المركز المالي. جنى تعرفي يعني ايه قائمة المركز المالي؟ اعرف معناها financial position statement. برافو يا جنى، financial position statement. نقولها كلنا مع بعض، financial position statement. وزي ما اتفقنا مع بعض قبل كده هنقسم القائمة لثلاث أجزاء علشان يسهل علينا حفظها. الجزء الأول من القائمة اللي هو جانب الأسيتس أو جانب الأصول، وزي ما احنا شايفين الأصول بتشتمل على الكارز السيارات، الفرنيتشر الأساس، البيلدينجز المباني، الإكويبمنت المعدات الصغيرة، ستوك أت إند بضاعة آخر المدة، وعندي كمان الكاش اللي هي نقدية في الخزينة، وعندي البنك نقدية في البنك، وعندي الديبيتورز المدينين، وعندي البيلز ريسيفيبل أوراق القبض، وعندي الإندينج إنفنتوري مخزون آخر المدة. وبعد كده طبعا بطلع التوتال اسيتس اللي هو اجمالي الاصول. الجزء الثاني بقى من القائمه بيتكلم عن اللايبيليتيز اند اونرز ايكويتي اللي هي الخصوم وحقوق الملكيه. سواء بدات بالخصوم سواء بدات بحقوق الملكيه الاثنين مفيش اي مشكله. دلوقتي هو بدا لي باللايبيليتيز زي ما احنا شايفين اللي هي الخصوم، عندي طبعا اللونج تيرم لونز اور لونزز اللي هي قروض طويله الاجل، وعندي الكريديتورز الدائنين، وعندي البيلز بيبل اللي هي اوراق الدفع. الجزء الثالث بقى من القائمه اللي هو الاونرز ايكويتي اللي هي حقوق الملكيه. طبعا في حقوق الملكيه بياخد الكابيتال ات ذا بيجيننج راس المال اول الفتره، بيضيف عليه زائد النت انكم اور نت بروفيت زائد صافي الدخل او صافي الربح ناقص الدروينجز ناقص المسحوبات، بيديني في النهاية الكابيتال ات ذا اندينج او رأس المال اخر الفترة. بجمع طبعا جانب الخصوم وحقوق الملكية، ولازم يتساوى جانب الخصوم وحقوق الملكية مع جانب الاصول، وبكده طبعا بتكون الميزانية بتاعتي مظبوطة وسليمة. وده طبعا الشكل العام لقائمة المركز المالي او الفاينانشال بوزيشن ستيتمنت. هنشوف دلوقتي مع بعض قائمة حقوق الملكية لما بتيجي لوحدها. الاونرز ايكويتي ستيتمنت او قائمة حقوق الملكية احيانا بتيجي لوحدها في قائمة، بجيبها ازاي؟ باخد طبعا الكابيتال ات ذا بيجيننج رأس المال اول الفترة، بضيف عليه النت انكم اللي هو صافي الدخل او بطرح منه النت لوسز او بطرح منه صافي الخسارة، وطبعا بطرح الدروندس اللي هي المسحوبات، بيديني في النهاية الكابيتال ات ذا اندينج اللي هو رأس المال اخر الفترة. وبكده بينتهي درسنا النهاردة. بتمنى لكم دايما التوفيق والنجاح، واشوفكم ان شاء الله على خير في درس جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.